السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة العلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل ما نخوضوا الموضوع ديال هذا الفيديو، دعمونا بالاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، دعمونا بالإعجاب بالفيديو وكذلك بالتعليق الإيجابي والمحفزة باش تستمروا إن شاء الله، وشاركوا معنا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة. كما تلاحظوا في هذا الموقع ديال وزارة الصحة، في هذا الشريط هذا اللي تدوزوا فيه الإعلانات، هنا تنشر الإعلان ديال مباراة ولوج المعاهد العليا لمهنة التمريض وتقنية الصحة، وكذلك مباراة ولوج المعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي. كما تلاحظوا أنا تعطلت باش دخلت باش شفت النتائج النهائية ديال مباراة ولوج المعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، المترشح اللي دوزو الشفوي ونجحوا فيه. كما تلاحظوا هذا هو الإعلان اللي خرج في 29 نوفمبر 2021، اللي كاينين في اللائحة ديال الرئيسية، هادي يجيو باش يحطوا الدوسي ديالهم اللي تكون من دبلوم على حسب اللي تقراو في التكوين المهني، اللي عندهم دبلوم التأهيل ولا دبلوم ديال التقني، والمترشحين اللي قراو في مدرسة عمومية أو مدرسة خصوصية، اللي قراو سواء طلباك اللي نجح في الباك أو اللي ما نجح في الباك. اللي نجح في الباك غادي يجيب الدبلوم ديال الباك، اللي ما نجح في الباك غادي يجيب الدبلوم ديال او عفوا غادي يجيب شهادة مدرسية، وحتى بالنسبة اللي نجح في التسعة غادي يجيب شهادة مدرسية. وعنده واحد نسخة مصدقة عليها من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة مصدقة عليها بالنسبة للبيرمي، نسخة مصدقة عليها ديال البيرمي هادو للشعبة ديال النقل والإسعاف الصحي. بالنسبة للمترشحين اللي كاينين في اللائحة ديال الرئيسية واللي يجيبوا الدوسيين ديالهم اللي تكون منها ثلاثة الوثائق، غادي يجيو بداو من 29 نوفمبر 2021، وغادي يستمر لمدة 5 أيام. إذا 29 نوفمبر و30 و1 دو جانبير، 2 دو جانبير، 3 دو جانبير، إذا 5 أيام. إذا الجمعة 3 دو جانبير 2021 هو التاريخ النهائي الناس أو المترشحين ديال اللائحة الرئيسية، يعني بعد ذلك غادي يستدعيو ديال اللائحة ديال الانتظار، ربما يقدر يكون في 6 دو جانبير 2021. إذا اللي ما جاش خلال مدة 5 أيام ابتداء من 29 نوفمبر 2021 غادي يدوزو اللائحة ديال الانتظار. بالنسبة للوائح غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبة لهذا العمود الأول هو اللي فيه اللوائح ديال إتسوانيو للمساعد في العلاج، وبالنسبة لهذا العمود الثاني هو اللي فيه ديال شعبة النقل والإسعاف الصحي تكنيسيان أمبيلونسي. إذا اللي دخلنا بالنسبة ديال أكادير، دي أكادير فيها مساعد في العلاج بوحدها، ونشوفو على التاني اللائحة مثلا ديال تكنيسيان أمبيلونسي اللي اخترنا مثلا مراكش. إلا جينا ديال هنا ديال أكادير، كما تلاحظوا هنا هذه هي اللائحة ليس برانسيبال، هذه هي اللائحة ديال مساعد في العلاج ديال اللائحة الرئيسية. هنا راه مرتبين على حساب الاستحقاق، يعني على حساب الترتيب اللي جاب النقطة الأولى، مرتب على حساب النقاط اللي جا الأول وغادي نازلين. إذا غادي ياخدو 61، ها هو خداو 60 اللائحة الرسمية، واللي ما جاش من 29/3 دو جانبير 2021 غادي يدوزو لائحة الانتظار، نتوما مرتبين على حساب الاستحقاق. لائحة الانتظار هزو فيها 30 واحد، هادو هما السميات. إلا دزنا التكنيسيان كذلك أمبيلونسي النقل والإسعاف الصحي، اللائحة الرسمية هي هادي، راه مرتبين على حساب اللي جاب النقطة الأولى، هزو 30 واحد. واللائحة ديال الانتظار من بعد 3 دو جانبير 2021
غادي يعيطوا على اللائحة ديال الانتظار اللي يهزوا فيها 15. اذا نوريكم واحد المعلومة اخرى بالنسبة الى دخلتوا على هذا السيت ديال وزارة الصحة، هتجيو هنا غوكريتمون يعني التوظيف، باش نوريكم يعني المترشحين اللي دفعوا لهاد جوج تخصصات راه مطلوبين في الوظيفة. الى جينا هنا دخلنا لو غوكريتمون، هنا كور ميديكال، نزلنا هنا باراميديكال، نجي نزلنا غادي نلقاو ادمينستراتيف اي تكنيك. الى هنا فين دي تحطو توظيف بالنسبة لوزارة الصحة، هنا تيكون الاعلان افي، هنا الاعلان، هنا فورمولير، هنا تنعم، هنا العدد اللي طالبين بوست اوف اوفير، بوست اوفير هنا العدد اللي طالبين في التخصص، وهنا الفورمولير اللي تنعمروه، وده تتبع الريزولتا لي بروف اكري، لي بروف اكري يعني لا ليست، هنا لا ليست مثلا اللي تقبل اللي بيدوز الامتحان، هنا الريزولتا شكون اللي نجح في الريزولتا ديال الامتحان الكتابي، وهنا الامتحان الشفوي. اذا الا جينا لهنايا كما تلاحظوا هنا اتس وان يو، هنا مساعد في العلاج طالبين 15، وهنا تكنيسان امبيلونسي طالبين 5. اذا الا كليكينا على هادي هنايا درعة تفيلات، هادي خرج لنا لانونس كما تلاحظوا مساعد في العلاج او مساعد في مساعد في العلاج اتسوانيو. وده تلقاو هنا الشروط اللي طالبين، تلقاو الامتحان اللي غيدوزو الشكل ديالو، وهذا مع الامتحان الشفوي، كذلك شروط التسجيل في الموقع، وهنا الفورمولا كذلك، حتى لا كليكينا على هاد امبيلونس غادي يعطينا المعلومات ديالو، و تنجيو تنكليكيو على الفورمولا و تنعمرو، تيتحل لنا هاد الباج، تنديرو هنا حيت هنا خصنا نعرفو اش من فئة حنايا، حيت الا رجعنا لهنايا مثلا بينا بغينا اسوانيو، غادي نختارو ادجوان تكنيك تروازيام كراد، ولا تكنيسيان امبيلونسي يعني خصنا نختار تكنيسيان كاتريام كراد. الى جينا هنا غادي نقراوها هي، تكنيسيان تروازيام كراد يعني مساعد في العلاج، تكنيسيان كاتريام كراد عفوا شعبة النقل والإسعاف الصحي. الى احنا عندنا الدبلوم ديال المساعد في العلاج خصني نديرو بوستيلي، وهنا ديبو ديال الدوسي بوستيلي، هنا تنعمر المعلومات ديالي، هنا تنديرو سويفون سويفون، تنكملو من بعد راه تيطلب لنا، الى رجعنا راه تيطلب لنا عاود تاني باش نحطو الدوسي يعني الوثائق، غادي نسكانيوهم ونحطوهم. مثلا هنا راه اخترت شعبة النقل والإسعاف الصحي، اللي ندخل هاد المعلومات ندير سويفون باش نحط الوثائق ديالي. هادي معلومة إضافية، غادي نخلي لكم السيت ديال الوزارة، وبعد وتل هنايا تنكملو الفيديو ديالنا في فيديو آخر إن شاء الله.